أصدقاء الأعزاء، معنا النهاردة صديقة جميلة من زاوية رودة. صديقتنا الجميلة بداية شر الأطفال والساقين على عكازات من المعدة، بتخرج صديقتنا الجميلة للحياة، بتواجه كل الأحقاد والتحديات بشجاعة وعزيمة وإصرار. ثقتها بنفسها كان أكبر دافع ليها لتخطي هذه الأحقاد ومواجهة كل صعب. صديقتنا الجميلة بإرادة قوية بتخرج للحياة، بتواجه كل الصعوبات والتحديات، وبإرادة قوية بتتحدى الأعاقة. أصدقائنا من زاوية الرضا قادرين على الحياة وعلى العطاء، قادرين على مواجهة كل صعب وتخطي كل الأعاقة بشجاعة وعزيمة وإصرار. أصدقائنا من زاوية الرضا